طيب احنا كده خدنا مع بعض ازاي نعمل الموديل تقريبا. اوكي خلصنا الموديل، حطينا ابواب وشبابيك وحطينا سلالم وعملنا كل الاليمنتس بتاعتنا، عملنا فيزابيلتي جرافيكس يعني خلينا الحاجات اللي مقطوع فيها سوليد فيل، حطينا الوان، جهزنا شغلنا، عايزين بقى نبتدي نطبع. اذروايز الشغل اللي بنعمله ده ملوش اي لازمه، مش كده ولا ايه؟ لازم يكون مطبوع. طيب عشان اطبع لازم اعمل حاجه اسمها ايه، شيت، لازم اعمل لوحه واحط فيها الرسم بتاعي. كنا زمان في الاوتوكاد لما نيجي نشتغل نقعد نشوف يا ترى الورقه ابعتها كام في كام، والسكيل بتاع الرسم، ونقعد نحسب ارسم اللوحه بسكيل كام عشان احط فيها الرسمه بالسكيل اللي انا عايزه، وعاده ما بنغلط. حتى التكست لما كنا نيجي نعمل التكست يقول لك التكست ده انا هطبعه كامل اول واحد ل 50 عشان اظبط التكست، لا الريفت بيظبط كل حاجه لوحده. بختار اللوحه واجي احط الرسمه، لقيت الرسمه كبيره اقوم جاي مغير مقياس الرسم، هو اوتوماتيك يصغر يكبر زي ما انا عايز. طيب هل يا ترى كل حاجه هطبعها في ورقه، ولا ممكن اوديها في ملف عشان اروح افتحه بالفوتوشوب؟ يعني مثلا انا عملت منظور وعايز اخد المنظور ده واروح اوديه في الفوتوشوب عشان احط سم افكتس او فلترز مثلا عليه، او عايز احطه في البوستر بتاع المشروع المعماري وهكذا. الكلام ده كله هتعلمه النهارده. ممكن الملف بتاعي انا شغال ريفيت، ممكن اوديه اوتوكاد واروح اشتغل في الاوتوكاد. زي ما انا في الاوتوكاد بودي الريفيت، انا ممكن برضه في الريفيت اودي فين؟ في الاوتوكاد. طيب نشوف كده هنعمل ايه النهارده. ف التوبكس بتاعتنا بيقول لي شيتس ان ريفيت اللي هو اللوحات عموما، اكسبورتنج تو بي دي اف، ازاي هودي بي دي اف، ازاي هعمل اكسبورت للفايل بتاعي اوديه للكاد، وازاي هعمل اكسبورتنج جي بي جي لو انا هشتغل كلوح في الفوتوشوب. انا ممكن اودي بي دي اف، الفوتوشوب بيفتح بي دي اف وبيفتح جي بي جي، بس شخصيا بحب افضل دايما يكون عامل بايه، بجي بي جي. تمام. طيب اول حاجه انا لازم اعرف، يعني لازم افتح شيتس الاول، لازم اعمل شيت، شيت 1 شيت 2 شيت 3 واسميه كل شيت حسب طبعا الرسومات اللي موجوده فيه. فبيقول لي بجيب فين الكلام ده، بيقول لي ان بروجكت براوزر سكرول داون انتل يو سي ذا شيتس كاتيجوري از شون ان فيجر. بنزل في البروجكت براوزر تحت كده لغايه لما بلاقي في حاجه اسمها شيت، تحت بقى الفلور بلان والاليفيجن والسكشن والسي دي فيو، هنلاقي حاجه تحت خالص كده اسمها ايه، اسمها شيت، وابتدي اعمل نيو شيت وابتدي احط الرسم بتاعي. الشرح اللي انا هشرحه دلوقتي كله مكتوب اهو في السلايدز، واحده واحده هتشوفوه. حاطط لكم فيديو هنا كويس بيشرح، وحاطط لكم السورس بتاع الكلام ده برده محطوط هنا. هنشتغل مع بعض دلوقتي عملي على طول عشان نشوف ايه الكلام ده هنطبقه ازاي. هنا كده ده عندي الشغل بتاعي اللي انا خلصناه. تمام. وجيت هنا عملت ادي فلور بلان. في البروجكت براوزر هنا عندي ادي الفلور بلانز كلها، الستريت والجراوند والفيرست والروف اند سو اون. طيب اول حاجه عايز اعرفها، انا عايز اعرف انا هطبع سكيل كام. لو انا بشتغل معماري عاده ما بيكون سكيل 1 ل 100، طب لو انا بشتغل وركينج يبقى هطبع بقياس كام، 1 ل 50 مش كده ولا ايه؟ طيب اظبط السكيل بتاع كل رسمه انا عايز احطها في الشيت. يعني فيرست ستيب ان اظبط مقياس رسم الرسومات نفسها اللي انا احطها في الشيت. بمعنى حاجه افتح مثلا الجراوند اهو، هقول لك الجراوند ده انا عايز اخليه مقياس رسم 1 ل 50. اغير الكلام ده ازاي؟ كل اللي اعمله هنزل تحت هنا كده جنب كلمه 1 ل 100 دي وادوس عليها كده واقول له خليها لي 1 ل 50. طب فرق حاجه؟ ما فرقش حاجه قدامي صح؟ طب انا هخليه سوري 1 ل 50 اهو. هاجي هنا كده في التكست مثلا، ادي موديل تكست
وهكتب هنا كده entrance. سي مثلا حطيتها هنا. ده مقياس كام؟ واحد لكام؟ طب لو جيت كده وقلت له خلوا لي واحد لمية هيظبط السكيل بتاع الكتابه لوحده اوتوماتيك لما اجي احط في الشيت. ماشي؟ يعني مش محتاج اعمل سكيل ولا اي حاجه. انا هاجي هنا هظبط السكيل بتاع ده، عايز محتاج ده واحد لخمسين اهو. في ممكن سكيل كاستم لو انا عايز اشتغل اي حاجه واحد 300 واحد 400 حسب الشيت بتاعي، انا هشتغل واحد لخمسين. هاجي الفيرست هسيبه واحد لمية زي ما هو. هظبط الفيزابيلتي جرافيك بتاعتي. اللي معاه موبايل لو سمحت يقفله. طبعا هنا الكولومز برضو لازم يعني نخليه مقطوع فيه كولومز. تمام، ظبطت اهو الفيوز بتاعتي. نزلت هنا سيم برضو، انا عندي هنا بقى الفيوز بتاعتي اللي انا عملتها ريندر. ادي مثلا فيو اهو موجود اهو كده. ماشي، عندي اليفيجنز مظبط الاليفيجن بتاعتي بالاظهار بتاعها بكل حاجه اهو. ماشي، عملت ريندر. لما عملت ريندر الصوره اهي موجوده اهي. ماشي كده، وعايز بقى ابتدي اعمل شيت للكلام ده كله. في عندي انا اصلا عامل اصلا شيت اهو، ده كان شيت كان معمول قبل كده. همسحه، اقول له كده واقول له ديليت. طيب ادي الشيت، ما عنديش شيت عشان كده ما فيش علامه ماينس اللي جنب منه ده. هعمل رايت كليك ماوس واقول له نيو شيت. طيب الشيت طبعا زي ما اتفقنا انا في عندي ديفرنت سايز. السايز الاساسي اللي بشتغل عليه الورقه الاي 4 ابعادها كام؟ الورقه الاي 4 الورقة العادية الـ A4 أبعادها كام في كام؟ كام؟ شكرا، أنت لسه جاي تعبانة ما تتكلميش أحسن. كام العرض بتاع الورقة كام؟ نعم؟ علي صوتك. 15 25. مين يزود ومين ينقص؟ 21 في 29 و7. 21 سنتي ده العرض في 29 و7. الورقه دي ادي ورقه اي 4 اهي كده صح، 21 29 و7. حطيت جنبها ورقه اي 4 كمان بقت اسمها ايه؟ اي 3. يبقى ابعادها كام؟ 21 زائد 21 يبقى كام؟ 42 في 29 و7. طب حطيت اي 3 وجنبها اي 3 ثانيه بقت اي 2. اي 2 زائد اي 2 بقت A1، A1 زائد A1 يبقى A0، وهكذا لغايه لما نوصل لاكبر ايه؟ اكبر ورقه. طب ليه الستاندر بتاعي بيبتدي من A4؟ ليه؟ اشمعنى؟ ايه الحكمه يعني ان بيبتدي مضاعفات الـ A4؟ عشان لو عندي فايل وحاطط فيه تقرير ريبورت مثلا، تقرير الجسات، الحاجات دي كلها، الكميات والمواصفات والقياسات بتاعتي والتسعير والكلام ده كله، وحاطط لوحات المشروع، يبقى لوحه المشروع لما اطبقها تبقى قد الاي 4، يبقى كلهم مع بعض نفس الحجم، ماليش لوحه كبيره ولا اي ورقه صغيره وهكذا. يبقى كله مضاعفات الاي 4 21 29 و7. طب اللي انا عندي هنا عندي اي 1 وعندي اي 4. لا انا عايز اشتغل مثلا سي على اي 2. ماشي، هقول له لود. موجودين فين؟ انا هنا في انهي فولدر؟ انجلش امبيريال. بشتغل في انجلش امبيريال ولا انجلش؟ يبقى ادور على الانجلش بتاعنا. ده حتى مش هنا اهو، سوري اسف، اطلع فوق اهو انجلش اهو. طيب بعد ما انجلش بدور على حاجه فولدر اسمه تايتل بلوك. بدور على فولدر اسمه ايه؟ تايتل بلوك. افتح كده تايتل بلوك، ادي المقاسات الافيلبل اللي موجوده في. ادي اي نوت وادي اي 1 وادي اي 2 وادي اي 3 وادي اي 4. حسب بقى التايتل الحجم اللي انا عايز اشتغل فيه، هشتغل مثلا سي اي 2
فتحت الـ A2 هتجيلي هنا اختارها مرة تانية واقول له اوكي. ادي جاب لي الايه ديت الايه اللوحة نفسها اللي انا هبتدي احط الرسومات. طبعا عايز اغير اي حاجة بعمل كده دبل كليك واكتب بقى اسم البروجكت، اكتب مش عارف البروجكت نمبر وهكذا، الحاجات دي املاها عادي خالص دبل كليك فيها ماشي. طيب انا عايز ابتدي احط الرسومات بتاعتي اعمل ايه؟ كل اللي هعمله هقوم جاي طالع في البروجكت بزرزر كده فوق هنا في الجروب، انا عايز اجيب الجراوند احط الجراوند كده واسحب واجي هنا كده في اللوحه واحط هنا كده. لو انا جيت احط كده البلان بتاعي اهو احرك كده بحيث يجي في اللوحه بتاعتي تمام. طيب ده انا مش عايزه يبان ده، بنيجي هنا اقول له كروب فيو مش عايز اشوف الخط وهنا اكستنشن لاين مش عايزين نشوفه تمام. جبت الرسمه حطيتها هنا. طب حبيت اغير رايي، بدل ما انا جايب الرسمه دي 1:50 عايز اخليها مثلا سي 1:100، يبقى هعمل ايه؟ هروح للجراوند وبدل ما انا كاتب مختار هنا 1:50 هقول له خلوا لي 1:100 هنا. اروح للشيت بصوا صغر لوحده اوتوماتيك اهو، جالي هنا كده اهو بقى ايه 1:100. هسحب كده واحط في المكان اللي انا عايزه بالشكل ده اهو. الخط ده مضايقني بختاره واقول له هايد ان فيو واقول له اليمنت خلاص اختفى كده خلاص. طب الحاجات دي عايز اطلعها بره عادي، اروح في البلان واحركها موف بعيد عشان ما تطلعش معايا جوه الشيت بتاعي، يبقى انا كده حطيت الرسمه الاولانيه. نفس الكلام هروح بقى للفيرست بضغط كليك واجيب كده واجي احط الفيرست بتاعي عايز اجيب اليفيجن احط الاليفيجن بتاعتي. نفس الطريقه اقول له هايد ان فيو اليمنت كده. عايز اجيب فيوز بقى يعني اشكال اللي احنا عملنا لها ريندر، ادي الريندر اهو اسحب برضو الريندر واجيبه كده وهكذا لغايه ما اكون خلصت الشيت بتاعي كله كامل. طب لو انا عايز اصلح في الـ في الـ في الفاميلي دي بدوس على دبل كليك كده بيفتح لي هنا، ممكن اقول مثلا لا انا مش عايز الاوتو ديسك دي اشيلها تمام، هلاقي في انسرت وامبورت ايمج واحط الايمج بتاع المعهد خلاص كده. طيب الحاجات دي عايزها؟ لا مش عايزها، ممكن اشيلها كده، ممكن حتى اشيل الجدول ده او مش محتاجه مثلا، اي حاجه مش محتاجها اهو كده. لود انتو بروجكت اقول له اوفر رايت بقت اللوحه بالشكل دوت تمام. لو انا عايز اعمل لوحه بس معماري مثلا عشان اودي بقى البلان للفوتوشوب والكلام ده كله، هعمل كنترول زد عشان نخليها عشان نشوف ازاي اعمل لها ايه اكسبورت. هعمل بقى كل اللوحات بتاعتي عندي في لوحه معماري، في لوحه انشائي، صحي، كهرباء، البلان لوحده، البلان مثلا عايز اعمل بلان الدور الارضي في لوحه لوحده،
يكون A2 مثلا كبير 1 ل 50، الفيرست في لوحه لوحدها، وهكذا انظم اللوحات بتاعتي كلها اللي انا عايز انظمها، وكلها هلاقيها بتطلع لي فين؟ بتطلع لي في الشيت اللي بتبقى هنا. نعمل كده شيت كمان. هختار برضو A2 اهو، هسميه elevations. ماشي كده. هروح بقى اجيب مثلا است elevation احطها، واجيب النورث elevation، وممكن اجيب من 3 دي فيوز مثلا، اجيب حاجه زي كده. ساعة كام؟ ايه اللي اخركم؟ ليه؟ واحط الفيوز بتاعتي واحط كل حاجه. هنزل هنا كده، دي اللوحة الأولانية، ممكن بقى أسميها أعمل رينيم عشان أبقى عارف كده، رينيم هسميها مثلا بلانس 01 صوت. أجي التانية كده وأقول له رينيم 02 إليفيجنز. خلصت كده؟ خلصت كده الشيتات بتاعتي كلها. ابتدي بقى اعمل ايه؟ اكسبورت. اعمل اكسبورت ازاي؟ من فايل، هنلاقي في حاجه هنا اسمها اكسبورت، وبعدين طيب ما جاش هنا البي دي اف. ليه ما جاش؟ عشان احنا مش مسطبين برينتر للبي دي اف. لازم يكون عندي متسطب برينتر للبي دي اف. طيب هفرض بقى انا عايز اخد ده واوديه لفوتوشوب، خلاص، او عايز اخد دي كده مثلا واوديها للفوتوشوب، اعمل ايه؟ ادي فايل وبرده اكسبورت، وهنزل تحت خالص هلاقي في ايمج اند انيميشن، واقول له بعد كده ايه؟ ايمج. بيفتح لي بقى هنا كده. طيب بيقول لي اولا انت هتسمي الملف دوت ايه؟ هقول له فايل مثلا سي فايل او بلان فور فوتوشوب، هنحطه على الديسكتوب. خلاص كده واقول له ايه؟ سيف. جميل. طيب هنا بقى بيقول لي بقى هل الكرنت فيو يعني الفيو اللي انا فاتحه، ولا فيزبل فيرجن اوف كرنت فيو، هحتاج حته من الفيو بس اللي اعملها، ولا عايز سيلكتد فيو ولا شيت. انا عايز اعمل شيت، يبقى ادوس على سيلكتد فيوز او شيت وادوس هنا كده سيلكت. جيب لي بقى، جيب لي كل الفيوز وكل الشيتات وكل البلانات وكل حاجه، انا عايز اشوف الشيت بس. يبقى هدوس من هنا، هختار من هنا كده الشيت، ادي شيت 1 اهو، وادي شيت 2 اللي انا عايزهم، واقول له اوكي. لو انا دوست شلت دي كده هيجيب لي الشيتس بس، لو انا حطيت التشيك دي هنا بيجيب لي كل حاجه. هدوس من هنا كده هيجيب لي ايه؟ الشيتس اللي انا عملتها، واقول له اوكي. طيب انا عشان مختار اتنين مع بعض عايز يحطهم لي في فولدر، انا هختار واحد بس وليكن البلان، واقول له اوكي، واقول له ماشي اوكي. طيب انا كده اخترت خلاص اهو الكلام ده. طيب نيجي بقى في الحاجه المهمه اللي هنا بقى، بيقول لي بقى فيت تو ايمج سايز، فيت تو 512 بكسل، 512 بكسل.
احنا المرة اللي فاتت قلنا لما الحجم يكون كبير اعمل دقة عالية ولا دقة قليلة؟ ليه؟ عشان انا هبعد عن الشيت عشان اشوفه، وبالتالي مش محتاج ايه؟ طيب لما يكون انا واقف قريب قوي، ماشي، يعني ورق ايه 4 مثلا او ورق ايه 3، معنى كده ان عيني هتكون قريبة منها، يبقى ريزوليوشن نعمله صغير ولا نعمله كبير؟ نعمله كبير. طيب كبير قد ايه بقى والكلام ده؟ شايفين 512 دي هنخليها في حدود 5000، خلاص 5000 ده لما اكون بعمل بلان كده بخليها في حدود 5000. طيب وبعد كده ببتدي اقول له اوكي، نبص بقى كده على الديسكتوب. الاقي جات لي هنا الصوره اهي بجوده كويسه اهي، شايفين الجوده بتاعتها كويسه ازاي. اقدر اخد الصوره دي وافتحها بالفوتوشوب عشان ابتدي بحط الفرش الالوان، او ابتدي نعمل تصميم الارضيات، او اي حاجه احنا نشتغل فيها بعد كده ان شاء الله هنعملها بنفس الطريقه. يبقى اذا لما هيكون عندي بقى همسح بقى الشيتس دي كده خلاص مش عايزها، هفرض انا عايز اعمل البلان بتاعي مقياس رسم 1:50 علشان اشتغل عليه الارضيات. هناخد كده جزء النهارده ازاي اظبط البلان بتاعي بمقياس رسم معين في الفوتوشوب. الغلطه اللي غالبيه الطلاب بيعملوها ايه هي؟ بياخد البلان او بياخد اي حاجه يحطها في البوستر ويكتب سكيل، اي سكيل تحت منها، واجي اقيس. دايما الجوري كوميتي ممبر بياخد معاه مسطره عشان يقيس انت كاتب 1:50، يشوف فعلا ابعاد الغرفه دي معموله ب 1:50، ب 1:50 مقياس رسم 1:50 ولا لا. اللي هنعمله النهارده اول خطوه عشان اعمل تصميم للارضيات، يعني اجي كده في الارضيات اللي موجوده دي واعمل ديزاين كده حلو كده واحط رخام الوان والحاجات دي كلها. فدي اول خطوه هنعملها. انا رسمت البلان بتاعي في الريفت، عايز اوديه للفوتوشوب عشان ابتدي الون فيه بقى الارضيات بتاعتي. نشوف كده مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه محتاج اعمل شيت، تمام؟ اعمل شيت ازاي؟ حد يقول لي. بروح في البروجكت براوزر وانزل تحت هنا عند شيت، بعد كده رايت كليك ماوس واقول له نيو شيت، هختار الاي 2، ماشي اهو. عايز طبعا الحاجات دي انا مش محتاجها، يبقى اعمل دبل كليك، انا محتاج صوره بس مش كده اهو. همسح الحاجات دي كلها انا مش محتاجها وفاتحها هنا اصلا ايه، ماشي. اظبط السكيل هنا 1:50، ظبطت السكيل هنا اوكي، مش محتاجين الشجره، مسحها ديليت كده. طيب هروح افتح الشيت بتاعي واقوم جاي ساحب البلان الجراوند واحط هنا الايه البلان بتاعي اهو. كده خلاص. طيب انا كده عملت شيت خلاص كده، ده عايز احوله لصوره. احوله لصوره ازاي؟ حد يقول لي عن طريق اكسبورت مش كده، فايل، واجي من هنا اكسبورت وانزل تحت هنا كده ادي ايمج اند انيميشن، وبعد كده بقول له ايه ايمج هنسميها ايه، هقول له براوز او تشينج، هسميها بلان واحط على الديسكتوب. خلاص كده الكرنت فيو هقول له لا سيلكتد شيت، واقول له سيلكت، انا مش عايز اشوف الفيوز، عايز اشوف الشيت بس،
اختار الشيت اللي انا عامله وبعد كده اقول له اوكي. طيب واجي هنا هودي فوتوشوب ب 5000، حلو قوي، هسيبه واقول له اوكي. هنزل كده على الديسكتوب، ادي البلان بتاعنا اهو، تمام التمام، حلو قوي. انا عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز احط البلان ده فين؟ في الفوتوشوب، واكون متاكد ان البلان ده لما اجي اكبر او اصغر يبقى بالظبط معمول بسكيل 1:50، مش كده؟ يعني انا محتاج الاول اعرف هنا كده يا ترى العرض بتاع البلان بتاعي كله كام؟ حاجة من فين؟ من مسطرة من هنا، وأقيس من أول هنا لغاية هنا هو كده تقريبا كام؟ عشان هنا في الشيت لازم اقيس هنا لازم نقيس في البلان نفسه من هنا لغايه هنا كده كام؟ بصوا 12.7، يعني عرض البلان 12.7، تمام كده؟ هنقول تقريبا 13 في 2 بكام؟ ب 26 سنتي، يعني لازم لما يروح عندي هناك يبقى كام سنتي؟ 26 سنتي. جميل قوي، هفتح بقى الفوتوشوب. هفتح ملف الاول بتاع البوستر بتاعي 21 في كام بكسل على السنتي، ده بالسنتيمتر. لا انا هخلي الارتفاع بتاعي حسب بقى البوستر بتاعي، سي مثلا ارتفاع البوستر كام؟ ارتفاع البوستر بتاعي بيبقى كام عاده؟ متر. البرينتر بتاعتي بتجيب متر، طيب يبقى هنخليه 90 سنتي عشان هيلف بالعرض، يعني بيبقى فيه بكره بتمسك البوستر من فوق ومن تحت، فبقلل شويه الهايت بتاعي، يعني اسف 90، والويدث بتاعي بقى متر 20 متر ونص واتفر البوستر بتاعي بقى قد ايه، تمام. واتاكد من هنا الكلر مود الار جي بي واقول له كرييت. ده كده البوستر بتاعي اهو. طبعا البوستر بنعمله ديزاين، هنشوف برضو بيتعمل ازاي بعد كده ان شاء الله. هفتح فايل واوبن واجي على الديسكتوب واجيب البلان بتاعي اهو. طبعا انا مش محتاج كل اللي حوالينا ده، ماشي، فاعمل ايه؟ عايز اعمل كروب على قد الايه الرسمه بس. كروب اهي من هنا، بدوس على كروب وابتدي اصغر الرسمه بتاعتي على حسب البلان اللي انا عايز الون فيه او عايز انقله عندي في البوستر بتاعي. تمام كده. عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اخد الشيت ده واوديه فين؟ واوديه هنا، مش كده؟ بروح على الموف تول ديت اللي موجوده على الشمال دي، اسمها موف تول الموف، واجي هنا كده واضغط ودني ضاغط، واروح هنا كده واجي هنا واحطها هنا. طيب انا عايز ايه دلوقتي؟ عايز اتاكد المسافه من هنا لغايه هنا كام سنتي؟ 26، عشان ده بسكيل 1:50. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ لو انا عملت خطين رأسيين المسافة اللي بينهم 26 سنتي وحطيت اللوحة دي او البلان ده بين الخطين، يبقى انا كده ايه؟ عملت حسابي ايه؟ العرض بتاعي اللي انا عايزه هو 26 سنتي. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ هنا في حاجة اسمها مسطرة، المسطرة اللي موجودة فوق ديت اهي، والمسطرة اللي موجودة هنا.
لو عملت هي رايت كليك يمين كده بيقول لي هي بالسنتيمتر، اليونتس بتاعتها بالسنتيمتر، يعني ممكن احد الاقيها بالانش زي كده. عايز اتاكد من اليونت بتاعتي بعمل رايت كليك واقول له بالسنتيمتر، واجي من هنا برضو كده رايت كليك واقول له ايه بالسنتيمتر، عشان لما اجي ارسم خطوط ابقى عارف هي فين بالظبط. طيب باجي من قائمه فيو بنلاقي في حاجه اسمها جايد، واقول له نيو جايد، دليل جديد، عايز اعمل دليل نيو جايد. طيب الخط ده انا عايزه هوريزونتال لاين ولا عايزه فيرتيكال لاين؟ ها عايز كده هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ انا عندي العرض بتاع الرسمه بتاعتي ده العرض، صح كده؟ انا عايز احكم العرض بخطين، يبقى الخطين دول هيكون راسي ولا افقي؟ راسي، صح كده؟ خطين راسيين. طب لو انا عايز عندي الارتفاع بتاع البناء من هنا لغايه هنا، بقى بشتغل في الليفيجن مثلا، وعندي الهايت بتاع الليفيجن، يبقى انا محتاج اعمل جاي افقي ولا اعمل جاي راسي؟ يبقى افقي، صح كده؟ طيب هختار فيرتيكال. طيب البوزيشن بتاعه موجود فين؟ احط اول خط فين؟ هل اخليه بيكتب لي هنا 0 سنتي؟ يعني اخلي اول خط يبقى جنب اللوحه هنا كده بالظبط، ولا احركه شويه عشان ابقى شايف؟ هحركه شويه وليكن 4 سنتي، هكتب 4 وادوس انتر. شايفين لونه؟ سيان. هل اللون ده متشاف عندكم صح؟ طيب اقول اوكي. لو عايز اغير اللون طبعا ممكن اغير اللون، اختار وات ايفر اللون اللي عايزه مش هيفرق معايا. ماشي اقول اوكي. ايه اللي حصل؟ اداني خط هنا المسافه دي كام سنتي؟ 4 سنتي. جميل. عايز اعمل خط تاني، الخط ده على بعد 26 سنتي من هذا الخط، يبقى كام بقى؟ 30 26 زائد 4 يبقى كام؟ 30 سنتي. يبقى هاجي تاني من قائمة فيو واقول له جايد، واقول له نيو جايد، واقول له على بعد كام بقى المرة دي؟ 30 سنتي. احنا جت منين 30؟ 4 زائد 26، واقول له اوكي. شايفين البلان المفروض يكون قد ايه؟ البلان عندي كبير قوي، موجود كبير قوي، تمام؟ يبقى اعمل ايه في الصوره دي؟ محتاج اعمل فيها ايه؟ اولا احركها كده عشان اخلي الحيطه تبقى ماشيه مع اول خط. طيب ازاي اكبر واصغر صوره هنا في الفوتوشوب؟ بدوس كنترول زائد حرف التي، كنترول وتي، تمام؟ واجي هنا كده في الركن وابتدي اصغر، وبعدين اسحبها كده تاني، وبعدين اصغر تاني واسحبها مره تانيه. ماشي. الت مع البكره بتكبر زوم، بتعمل لي زوم. ماشي. وبعدين اسحب تاني هنا كده على الخط، اجيب على الخط بالظبط، محتاج يكبر سنه صغيره او يصغر سنه صغيره بس كده. انا ضمنت ان البلان بتاعي شور واحد لكام؟ 51. واقول له صح بعد كده خلاص فينش، اصبح كده ايه مربوطه عندي هنا كده على طول، تمام؟ طب عايز اجيب الاليفيجن 51، يبقى اعمل ايه؟ بنفس الطريقه اروح للريفت، اعمل شيت جديد، ده عشان ما نتلخبطش فيه اعمل له رينيم، رايت كليك ماوس واقول له رينيم واسميه بلان كده. وبعدين اعمل شيت جديد، رايت كليك ماوس واقول له نيو شيت، برضه هشتغل باي 2 واقول له اوكي. ادي الشيت اهو، هروح للاليفيجن ساوس اليفيجن، اتاكد ان انا اعملها 51 كده. ماشي. طيب الظل بتاعها بقى والحاجات بتاعتها والماتيريال عايزه تبقى رياليستيك مثلا، حاجه زي كده يعني. خلاص. طيب اقوم جاي رايح للشيت بتاعي اللي هو الشيت الجديد ده، برضه اعمل له رينيم بالمره،
واسميه اليفيجن واقول له اوكي. افتح الاليفيجن بتاعي واجي الساوس واسحب واحطها هنا كده فايل اكسبورت، واجي من هنا واقول له ايمج واقول له ايمج تشينج هسميها اليفيجن على الديسكتوب سيف. اقول له سيلكت شيت. بص بقى لما اقول له سيلكت هنا كده مطلع لي الفيوز والشيتس. اقول له لا انا عايز الشيتس بس، انا مش عايز البلان، انا عايز الاليفيجن. واقول له اوكي كده، وهنا 5000 كله تمام، واقول له اوكي. انزل ده كده، اجي الفوتوشوب فايل اوبن على الديسكتوب برضو كان اسمها اليفيجن اوبن، اهي الاليفيجن اهي. الت والبكره بتعمل زوم، ها الت مع البكره بتعمل زوم. ماشي، هعمل كروب. طيب بصوا انا بعمل كروب هنا، لما بدوس على دي ديليت كروب بيكسل، معناها الجزء ده مش هيبقى موجود معايا بعد كده. تمام، يعني بمعنى انا يعني همسح ده واوريكم دلوقتي انا عملت ايه، بس خلينا مع بعض. انا هنا قلت له ديليت كروب بيكسل وقلت له فينيش، حذف اللي حواليه هنا. طب تعالوا في البلان، هل انا دوست كروب؟ ما دوستش. فبصوا لسه موجود اللي حواليه منه موجود هنا اهو، مفهوم؟ طيب خلينا هنا، انا كده خلاص دوست هنا كده، عايز اودي دي عندي هناك. طب اوديها ازاي؟ هسحبها كلها. طب لنفرض ان انا عامل ديزاين هناك في الـ في الـ في البوستر بتاعي. يعني ايه ديزاين في البوستر بتاعي؟ بصوا هنا الورقه دي ورقه بيضه، صح؟ ورقه بيضه. طيب لو انا عامل بقى الوان موجوده هنا، بص همسح ده او هخفيه كده، احمر بصوا كده حاجه زي كده. ماشي، طيب لو انا جيت وجبت البلان ده اهو وسحبت البلان كده ووديته هنا كده، كنترول تي، البلان ده عامل ايه في الاحمر؟ غطى عليه مش كده؟ طب هل ده صح ولا المفروض انا اخد على قد البلان بس؟ طب اعمل القصه دي اعملها ازاي؟ تعال نشوف كده مع بعض في الاليفيجن هنعملها ازاي. هروح في الاليفيجن اهو، هل انا عايز اعمل سيلكشن للون الابيض ولا اعمل سيلكشن؟ اللي معاك اشكول يكتب فيه يدخل، اتفضلي ادخل ادخل، تعالى سلم، تعالى انت اتفضل باشمهندس، تعالى معاك، ماشي اتفضل اتفضلي اتفضل اتفضلي، معاك حاجه تكتب فيها؟ ماشي اتفضلي، تمام اقفل الباب لو سمحت. صوت، عايز اعمل ايه دلوقتي؟ هل انا لما اجي اخد الصوره دي وعايز احطها في البوستر، هل انا محتاج الباك جراوند الابيض ده ولا انا محتاج الرسمه؟ طب اسال سؤال، ايهما اسهل ان انا احدده اعمل له سيلكشن؟ يعني هل اللون الابيض اسهل
ولا الالوان والحاجات بتاعت الوجه دي اسهل؟ طب لو انا عايز اختار الالوان اعمل ايه؟ اختار الابيض الاول واقول بقى ما تختارش الابيض اختار لي ايه؟ انفرت سيلكشن. انفرت سيلكشن يعني ايه؟ اعكس الاختيار. تمام؟ ماشي؟ يبقى انا عايز اعمل ايه؟ احاول وسيلكت الاول اللون الابيض وبعد ما اعمل سيلكشن اللون الابيض اقول له انفرت سيلكشن. يعني سيب الابيض وخد اي حاجه ثانيه غير الايه؟ غير اللون الابيض. نشوف نعمل الكلام ده ازاي. طيب ادوات السيلكشن موجوده فين؟ موجوده هنا كده. هنقفل الريفت كنا قلنا لو انا جيت جبت الاليفيجن كده بالشكل ده وسحبتها كده ورحت على البوستر وحطيتها كنترول تي ايه اللي هيحصل؟ هتغطي على الخلفيه اللي انا عاملها في الديزاين بتاع البوستر. مظبوط؟ طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ايه؟ عايز اختار الاليفيشن بس. هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح عند الاليفيشن اعمل كروب الاول وزي ما اتفقنا اعلم على ديليت كروب بيكسل كده. خلاص ادي اول حاجه. طيب بعد كده اعمل ايه بقى؟ عايز اقول له اعمل لي سيلكشن للواجهه بس، فاعمل ايه؟ هروح على في حاجه عندي اسمها الماجيك تول اختار اللون الابيض كده. انا عملت سيلكشن للون الابيض، هل انا عايز اللون الابيض ولا عايز الواجهه؟ طب ازاي اعمل انفرت للسيلكشن؟ بدوس كنترول وشيفت واي او باجي من سيلكت من هنا بلاقي حاجه هنا انفيرس. شايفين انفيرس؟ انفيرس سيلكشن كده. عمل ايه دلوقتي؟ ساب الابيض واخد الايه؟ الواجهه. ادوس بقى على الموف تول واخد الواجهه كده واروح هنا على الشغل بتاعي واحطها هلاقي الواجهه بس اللي جت من غير الخلفيه اللي موجوده معايا. ماشي؟ نفس الكلام لو انا عملت في البلان بنفس الطريقه الواجهه. خلاص انا كده مش محتاج الواجهه هقفلها. هفتح فايل اوبن واجيب البلان بتاعي بنفس الطريقه. يبقى هقول له اول حاجه كروب بنفس الطريقة هعمل كروب للبلان بتاعي وزي ما اتفقنا اعلم على ديليت كروب بيكسلز
كده افتح القفل بتاعي. عايز اعمل ايه دلوقتي بقى؟ عايز اختار البلان بتاعي. يبقى اعمل الاول اختار اللون الابيض عن طريق الماجيك تول، اختار اللون الابيض، ادوس كنترول شيفت اي، عملت ايه؟ انفرس للسيليكشن بتاعي، ادوس على موف تول، واخد البلان واجي هنا واحط هنا كده، اصبح البلان عندي باللون الابيض اهو، او مش مغطي على الخلفيه. كنترول تي علشان اصغر. وادوس اوكي. عايز اظبط السكيل ده، قلنا ازاي نظبطه؟ حد يفكرني؟ ها ازاي اظبط السكيل بتاع البلان يبقى بواحد لخمسين بالظبط؟ رايت كليك على المسطره، اتاكد من اليونتس بالسنتي وهنا بالسنتي. بعد كده اعمل ايه؟ من فيو واختار ايه؟ جايد، واقول له نيو جايد. الجايد الاولاني قلنا هنعمله على مسافه كام تقريبا؟ مش هتفرق، 4. اعمل واحد تاني، فيو جايد ونيو جايد، على بعد كام؟ 30. ليه 30؟ عشان البلان بتاعي نفسه 26، وقلت الاولاني على بعد 4، يبقى 4 زائد 26 يبقى كام؟ 30. اختار البلان، ازاي اصغره بقى؟ ادوس كنترول زائد تي واصغر البلان بتاعي كده. اوعى بقى حد اجي بصه يعمل حاجه زي كده. ايه اللي حصل كده في البلان بتاعي؟ هل ده صح؟ ديستورشن. تمام، يبقى لازم اكون نسبه الطول للعرض واحده. اجيب البلان بتاعي كده على الجايد، محتاج يصغر شويه مش كده ولا يكبر؟ يصغر لغايه لما يجي لغايه نهايه الحيطه بتاعتي، بس كده خلاص. يبقى كده شور انا تاكدت ان البلان بتاعي بالظبط مقياس رسم 1:50. الواجهه ادوس عليها واجيبها كده تحت من، محتاجه تصغر ولا تكبر؟ تصغر. هقول له كنترول تي واصغرها واشدها هنا كده. قلت مع البقره عشان اتاكد ان انا ايه شغال صح كده. محتاج تكبر ولا تصغر؟ تكبر. ما انا هحدد العرض. بص كده، شايف؟ شايف الفيجن بتاع السلم مش ماشي مع البلان اهو بالظبط؟ يبقى كده ظبطت السكيل بتاعي. واول المبنى من هنا ماشي مع اول حته في الفيجن، واول حته من هنا ماشي مع الحته بتاعت الفيجن، يبقى ايه؟ تقريبا شغال ايه؟ صح. اهو كده اهو، عشان يبقى بالظبط واكبر سنه بس كده، واقول له خلاص كده تمام. كده انا ضمنت ان انا راسم الاليفيجن اسقاط بالظبط من البلان. دي المشكله اللي بتقابل معظم الطلبه وخاصه في مشروع التخرج. بنيجي مثلا عامل بلان في مكان وعامل اليفيجن في حته تانية، يعني اخد الاليفيجن كده وحطها في مكان تاني. نيجي بقى نقيس كاسقاط، اقيس عرض البلان واجي اقيس عرض الاليفيجن، الاقي ده اكبر من ده او اصغر من ده، الاثنين مش قد بعض. لكن كده انا تاكدت ان شور البلان بتاعي 1:50، واكيد الواجهه بتاعتي كام؟ 1:50 اسقاط جايه من البلان. طب انا عملت جايد هنا وجايد هنا وجايد هنا، جايدز كتيره، هل الجايد ده بيطبع؟ ما بيطبعش. يعني لما اجي اطبع حتى لو سبتهم ما بيطبعش. طيب نلاقي في الجايد لما باجي هنا برضو من الفيو، بصوا بنلاقي عند الجايد هنا كده حاجة اسمها لوك جايد كده. الجايد بصوا مقفول، مش عارف احرك الجايد. طيب لو رحت فيو تاني وجايد، بصوا اشيل كلمة لوك جايد، عايز احرك الجايد عادي ممكن يتحرك معايا دلوقتي. طيب
عايز امسح الجايد كلها، باجي من فيو وبروح على الجايد تاني، هلاقي في حاجه اسمها ايه؟ كلير جايد، يمسح لي كل الجايدز اللي موجوده عندي. حتى لو ما مسحتهاش وجيت اطبع مش هتطبع معايا. تمام؟ ماشي؟ هل في حد عنده سؤال في محاضره النهارده كده؟ ما